محترفة خبرة وعرفة بالكورة في الراديو أخبار الرياضة خوذة وخماضة هوني في الأستوديو إيكيب محترفة خبرة وعرفة بالكورة في الراديو فاهمين الطرح متران للبوس يعطيوك النقاط ويزيدوك بونوس كورة باللاستوس في سبور بلوس اللعبة تقول ما توس شيخة بالكرة والتحليل نظيف زادوك اني ما ترى ما تحسو الضيف الكابتن حسني سبري سبورتيف اش يتكلم بالعريف وديما يزمرها سمير الكاتش يحكي في الواقع لا ما يشاتش يشكر ماتش فيري ماتش ويذم الماتش يضيوفها بكاتش الدخلة بالبنادر بوسي الدفاتر العليمي الماتر يشوط في السيماتر في الميركاتو هكا تكتيك وحبكة لعبنا له فكة كرة في الشبكة نادر داود في البطولة والكوب مازال يعاود ويجيب سكوب استاتيستيك معاما فيولا سميت الناس الكل حط الرفرانس كول أخبار الرياضة خوذة وخماضة هوني في الأستوديو إيكيب محترفة خبرة وعرفة والكورة في الراديو أخبار الرياضة خوذة وخماضة هوني في الأستوديو علي علي يفام سبور بلس أيمن زاروق حوصلة لأهم الأحداث الرياضية في الـ 24 ساعة سبعة ودرج مساء الخير أهلا وسهلا مرحبا بالجميع في عدد جديد من سبور بلس اليوم نهار 3 نوفمبر 2020 عودة كما كل يوم على آخر أهم المستجدات الرياضية في تونس وكذلك في العالم تتفرجوا فينا في المباشر على فريكونس متاعنا في كامل تراب الجمهورية تتفرجوا فينا كذلك 24 ساعة على 24 على قناتنا على اليوتيوب راديو اي اف ام تحية متجددة للناس الكل عنا برشا أخبار عنا برشا مواضيع باش نتناولوها طيلة ساعة من زمان والرحلة باش تبدا توت سويت في EFM Sport Plus اليوم نحكي بما في ذلك خليفة والذوادي وأحمد خليل النادي الإفريقي يوجه دعوة رسمية وقانونية للمبعدين وللكوادر للاستئناف التمارين غدوة نهار لارو عشان نرجع بأكثر تفاصيل حول أزمة النادي الإفريقي وكوادره باش نحكي كذلك على هيثم الجويني رسميا ينتقل إلى الدوري المصري وتحديدا إلى نادي المقاولون العرب اللي توا موجود في صفوفه ثلاثة ملاعبية توينسا باش نحكيه على توينسا والوجه جديدة نحو الدوري المصري كذلك باش نحكيه على الميركاتو 15 يوم وأكثر شوية قبل غلق القائمة الإفريقية كيفاش تشوفوا الميركاتو والانتدابات بالنسبة لنادي رياضي صفاقسي وترجي رياضي تونسي ممثلي الكرة التونسية في كأس رابطة الأبطال والمقارنة بطبيعة مع المنافسين في القارة الإفريقية هذا كله غيره من الأخبار والمستجدات معكم أيمن زروق في الميكرو عزت ويتي تحية كبيرة لها في الإخراج ووئام في الديجيتال والإخراج الرقمي سعيد جدا بوجوده معنا يرجعنا من جديد عندي أكثر من جمعة مريتوش سمير السليمي مساء الخير أهلا سهلا سمير مرحبا بك زروق لك وحشة أخويا والله حتى أنت الناس الكل أخويا في الإخراج في الإعداد في الرقمنا اسم الرقمنا 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 يعني الرقمنا اللي يسمعوا فينا الناس الكل فهمتني في البداية نحب بربي تحية لصديقنا بعث لك نسخة بعث لي مساج على الواتساب تاوه ما فهمتش تتفهموا تتفهموا حبيبي يعقوب محب الوفي نادي الإفريقي حبوب حبوب تحية مسلم عليك برشا حبوب مسلم عليك برشا تحية لي متعرفوا يحب الكلوب هذاك يموت عن مش يحب متيم متيم كيما برشا شد لرئيس النادي نورمال ولا كيما برشا بارك الله فيه حبوب بعث لي خاطر خرج دعاية متاع ساسراكو ولا شنو بونك بعث لي هاكا اكستري بعثت لك توا نتاع الترانسفير نتاع الفلوس اللي هو صب معناها بدفع الفلوس نتاع القيمه الخطيه والقيمه الواحد نتاع ساسراكوم دوبوي جوان اي 30 جوان 2020 فوالا دونك قال لي راهو معناها ساسراكوم فماش مشكل معاه مع النادي الافريقي ايوه حبيبي وصل وربي يكثر منك الناس يا حبوب تحيه كبيره ليه حبوب تحيه ليه وتحيه كل مستمعينا في سويسرا وفي جنيف وفي لوزان والبلايص هذوك الكل مرحبا سمير السليمي اكتشفت انه 10 ايام قعدت ما ريتكش توحشتك شويه حتى انا والله توحشت نقول لك في اللونتين اي انا بدي نحب نقول لك في اللونتين اكتشفتها ما كنتش في بالي والله مستنسين هكا نتفرجوا ساعات في الشامبيونز ليغ واحد مع بعضنا يا اخي وقفت لا وقفت ورجعوا شويه ما مازال مرحبا سمير السليمي كذلك رافقنا حسام الحاج علي اهلا وسهلا مساء الخير حسام اهلا بك ايمن سمير الكابتن نادر كل جماعه اللي يسمعوا فينا على اي اف ام في تونس خارج تونس كل المستمعات نحبي تقول برافو الحبيب صراحه معلومة وخبر يفرح نتمنى كل كلوبيستية في كل بلاصة كل واحد يعاون باللي نجم الكلوبيستي راهو مش بالكلام برك مرة أخرى حسام بعث لي تصويرة حبيب
من عام 87 يا حسر، وقت اللي هو صغير وانا صغير في المنزل في وسط التيران من الصغر. ما كانوش سلفيات وقتك؟ لا لا، ولد حميمه يصوروا. ان شاء الله خويا ديما نلقاوهم الكلوبيستيه هذوما في الوقت الحالي، وكتبتوه باحمر وابيض. الكلوب محتاجه كل احباها، كل اوفياء. شهدنا احنا في الادخات، اللي عنده 5000 واللي عنده دينار عاون، كل واحد وقدره قدره، لكن يلزم الكلوبيستيه في الاوقات هذه حتى ترجع جمعيتنا المكانها الطبيعي، لازم الكل نتلموا، الكل كل واحد من جهته بطريقته باللي يقدر عليه يعاون جمعيته. هذا ما نتمناه، وانتم قاعدين تعملوا في حصه الديديكاس هذه فقره اليوميه نتاع سبور بلس. كذلك نحب نسلم على مستمعنا الوفي مهدي العايشي، اليوم يحتفل بعيد ميلاده، كنت 3 نوفمبر هكا عامناه ولو تعامناه، كل عام نحتفل بعيد ميلاد. ان شاء الله كل عام حي بخير. كل عام هو حي بخير ان شاء الله يا خويا، عقبال 100 سنه، وان شاء الله ديما مستمع وفي، وربي يخليك اي اف ام ولي وي ام خاصه. كذلك نحب نسلم على الكيني مولكا سلامي، نحب نسلم عليها وكها، ومعناها حتى احنا نسلموا عليها تحيه للكيني. ما تعرف كانت شويه فتره نقاها ديرنيومون، يا اخي عاد اكتشفت في واحده من لي سيونس، قالت لي راي امي معناتها تسمع فيكم كل يوم، ما تفهم حتى شيء من الكره، ما عندها رونديفو كوتيديان مع سبور بلس. تحيه ليك، تحيه للوالده يا مولكا. تحيه. باش نبداو كالعاده بالانفو دي جور، عندنا برشا اخبار باش نبداو بالنادي الافريقي. توتسويت لانفو دو جور. لانفو دو جور. بما في ذلك خليفة والذوادي وأحمد خليل، الإفريقي واجه دعوة المبعدين لأستئناف التمارين. سمير كنا حكينا عن توا مديدة، نحكيو على بين ظفرين أزمة النادي الإفريقي والكوادر نتاعو. هيئة النادي الإفريقي واجهت اليوم الدعوة لصابر خليفة، بلال عيفة، أحمد خليل، الذوادي، سيف الشرفي، حمزة العقربي، مهدي وذرفي لأستئناف التمارين. غدوة عودة للتمارين للسباعي هذا في انتظار بقية النزاع، لأنه ما نؤكده أنه ما صار حتى اتفاق رسمي في خصوص المستحقات، دونك هذه امور قانونيه اجعوا ترانيو ونشوفوا اشنو باش تراسي. تعليقك على الخبر هذايا جيم سمير السليمي. بالطبيعه جيم، اولا نادي الافريقي في موسم المئويه وموسم استثنائي، ان شاء الله بالنجاح وبالتوفيق للنادي الافريقي ككل كجمعيه في كل معناها لي ديسيبلين هكا ولا لا حسين؟ اثنين، الملاعبيه هذوما عطاو برشا للنادي الافريقي في الجمعيات المحترفه الكل. يقع تقييم الموسم الماضي، اجتماع مع المدرب، وغربله الرصيد البشري، والاتفاق على رصيد بشري جديد. الملاعبيه اللي مش يقعدوا يقع الاتصال بهم، وتقع دعوتهم بصفه رسميه الى موعد التمارين. والملاعبيه اللي يقع الاستغناء عليهم ومازال عندهم عقود يقع التفاوض معهم واعطاهم مستحقاتهم ويخرجوا من الباب الكبير. وهوني الاشكال صار في المفاوضات. فوالا. يبدو انه ما تفهموش وما كانتش فما سوليسيون. فوالا. دونك انا لهنا علاش فرحان؟ فرحان انه قبل كل شيء الملاعبيه هذوما ابناء النادي الافريقي. وعطاو النادي الافريقي، سواء عطاو برشا ولا عطاو شويه، كلهم لبسوا مريو النادي الافريقي، وبالتالي تقع المعامله بالمساواه بين الناس الكل. ثم فما النادي الافريقي راهو مدرسه. صحيح عن السنوات الاخيره بعدنا نوعا ما على القيم نتاع الجمعيه وعلى الاسس اللي تربيت عليها، ولكن ديما تقعد مدرسه عريقه، وبالتالي المعامله لابد ان تكون في اطار الروح الرياضيه وفي اطار الاحترام. كل ملاعبي شو نفهم من كلامك سمير؟ الروح الرياضيه والاحترام. الاحترام بطبيعه نحاول نترجم شويه. اي بيسالش بيان سور. زهير الذوادي. زهير الذوادي لا، ملاعبي جانا صغير نادي الافريقي، عمره 18 سنه، عدى سنوات وسنوات في نادي الافريقي. انا فنيا، انا كفنيا نعرف اللي زهير ما عادش باش يعطي نادي الافريقي، ولكن اعطاه للنادي الافريقي، ومازال مازال ولد من النادي الافريقي، نظرا للقيمه نتاعو كذا، فاني نحترم اللاعب، نحترم ما قدمه للجمعيه، ونجي ونعيط له ونجلس معاه ونعطيه مستحقاته ونخرجه من الباب الكبير. يسحق زهير ذوادي هي افضل بطريقه افضل بطبيعه الحال، بطبيعه الحال، بطبيعه الحال، كل ملاعب يلزم تقع المعامله نتاعو معامله تكون في كنف الاحترام وفي كنف، سواء التوانسه ولا الاجانب. احنا شنو مشكلتنا مع الاجانب؟ كل ملاعب نجي ونطردوه، يمشي يشكي بينا، خطايا، قضايا، فيفا، مشاكل، كان كل ملاعبيه اللي خرجوا من الافريقي سواء التونسيين ولا الاجانب وقع تسويه العقود نتاعهم بصفه قانونيه وبصفه لائقه، فان الافريقي ما يكونش في الوضعيه هذه. وبالتالي نقول باش نختم وما نحتكرش الكلمه، انه كل ملاعبيه سواء زهير ولا صابر ولا غيره راهو، الاطار الفني له الحق انه يختار الملاعبيه اللي حاجته بهم، لكن الملاعبيه اللي اوريست
هنا لابد على هيئة المديرة من أن تجلس معهم وتحترمهم وتعطيهم مستحقاتهم ولا طريقة ولا صيغة للمفاهمة. نعرف الوضعية المالية متاع الفريق حاليا، لكن نلقاو صيغة للمفاهمة ويخرجوا من الباب الكبير، تقعد ذكرى طيبة للملاعب أنه عمل باساج في النادي الإفريقي. كمان زهير زويد يظهر لي 2005 2006 يظهر لي جاي النادي الإفريقي تقريبا 14-15 سنة في النادي الإفريقي، ماهيش شوية بالكل، خاصة أنه تقريبا شوية بالكل ملاعبين يعديوك البريود هذايا معناتها أكثر من 10 سنين في صنف الكبر وعطاو برشا. جيم للخبر في علاقة بالكوادر، تحب تعلق على أنه ثم عودة نتاع صابر خليفة وبلال عيفة للمجموعة، وإلا عندك ما تعلق في خصوص خاصة زهير الذويدي؟ لا، بالنسبة لي أنا الكل كيف كيف، بالنسبة لي أنا يلزم يكون هناك وضوح، هناك استراتيجية. عندك باش يبدأ عام جديد، ثم جلسة بين رئيس النادي بين المدرب، شنو هو الافكتيف، بشكون حاجتي بشكون مش حاجتي، هذا يا حاجتي به هذا مش حاجتي به، تعيط للجوارات الكل تستدعيهم تحكي معهم، اللي حاجتك به باش يقعد معاك، عندك مستحقات قديمه باش نتفاهم انا وياه على فورمول قداش كيفاش، اللي هو كان باش يقعد معاك في الافكتيف الجاي، هاي راهو البلاصه نتاعك في الجروب، هاو كان باش تزيد تعاود، هاو كذا، هاو قداش السالير، ويتفهموا ويخرجوا بحاجه واضحه. لكن لازم يكون هناك وضوح. لكن هذا ما صارش. شوف مثال شنو نجموا نعملوا في الحاله هذه؟ ايش عندنا راهو هذا ما صارش ولا صار، تو احنا نحكيو على اليوم. في الجمعيات الكل ثم جوارات كيف ما تفهموش معاهم وما جاوش وما رجعوش وعملوا تصير بارتو مادام ثم ضيقه ماليه. لكن احنا انا ديما اموها من جهتي ما نحبش نغزر للي صار واللي فات واللي تعدى. اليوم استدعوهم توا اوفيسيلمون هكا ولا باش تكون هناك جلسه قاعده مع احتراماتي صابر خليفه زهير الذويدي ثم دي جوار عطاو للكلوب سواء عام ولا خمسه ولا 10 ولا 15 عطاو للكلوب ولعبوا للكلوب ولبسوا شعار الكلوب. يلزم تكون هناك مفاوضات ونقاش واضح على طاوله. العاطفه ما ثماش في الكوره، مش على خاطر زاده خاطر عطاني قبل جو سوي اوبليجي باش نعود له ولا نخليه. ثم بروفيسيوناليزم، المدرب حاجته بيك ولا مش حاجته ما حاجتوش بيك، لان الشهاده موجوده في العالم كل، ديل بييرو ولا راؤول في ريال مدريد ولا وقت اللي جات بيريود لونترونور قال مانيش حاجت بهم في الافكتيف. هو السوجي معناتها يتناول حتى وقت اللي طريقه خروج كاسياس لتو في ريال مدريد يقول لك كاسياس ما خرجش بالطريقه هذيك، ما صار بين ميسي وبرشلونه معناتها الكل هتصير. علاش قلت لك دوك مش في الكلوب برشا بركه ولا في تونس بركه، ديل بيير وقت اللي جا باش يخرج قال لهم مستعد نصح على كونترا ابلون ونلعب بلاش، قالوا له لا راهو لونترونور عمل ان افكتيف تو في با بارتي دو ليفكتيف. لذلك نحي العاطفه على جنب، نعيط للجوارات الكل، كل واحد وعنده طريقه مفاهمه، اللي باش يقعد باش يقعد، اللي باش يعاود باش يعاود، واللي يكمل تتفاهم معاه على فلوسه القديمه وعلى كيفاش وقع فسخ العقد مثلا بالتفاهم. المهم الوضوح، ما نقعدوش عن طريق ليزافوكا، لابوكا قال صدعاهم، الاخر قال ما صدعوهمش، الاخر قال ما نرجعوش نترناو، والاخر يترنى في التيران وحده، والاخر ما رجعش يترنى. هو اهم شيء الوضوح. خاطر تصير هي بطريقه قانونيه، شنو يعمل معناتها تبعث ميل اوفيسيال بالبابيي اونتيت نتاع النادي الافريقي، هذا اللي ما صارش في المقابل، هما كلموهم بالتليفون وصارت تصير راهو تصير بالتليفون وتصير بالواتساب، ثم جروب اي نعاودوا للتمارين. راهو شوف كان تحب ترجعها قانونيه، حتى قانونيا نقول لك انا بعثته هو ما رجعش. شوف راو خلي الموضوع القانوني على جنب، نعيطوا لهم نقعدوا معاهم نحكيوا معاهم وتصير مفاهمه. المهم انت كجمعيه شنو استراتيجي نتاعك، شنو تحب واضح. تحب تلعب جوارات نتاع 35 36 37 تكمل معاهم، تحب تطلع سته ولا سبعه صغار تلعبهم. المهم بريزيدون اونترينور ولي جوار شنو نحبوا من السيزون، شنو نحبوا من ليفيكتيف، ونسكروا الموضوع هذا ونبداو بريباراسيون نتاعنا. الحمد لله شامبيونات توخرت توا، ثم الوقت نتاع ابوبري 3 سيمين باش تحدد الافكتيف نتاعك وتدخل في بريباراسيون جد بطريقه جديه. باش تربط لي بسؤال، باش نسال سؤال لسمير السليمي بعد لانفو ترافيك صديقتنا ايناس في اخر اخبار الطرقات، نرجعوا بعد شويه في سبور بلس، مازال عندنا برشا مواضيع باش نحكيو فيهم. اي اف ام انفو ترافيك، مسيكم بالخير ومرحبا بكم من جديد على يافين. في تونس الحركة مسرحة والكيس فارغ، جوست مازال ضغط صغير في شارع محمد صالح بالحاج نيفو حي التعمير في اتجاه غون بوان ليسكال، ومازال فما شوية تعطيل على ليكس دو اللي جايين من حال خضرة في اتجاه المنزة. الحركة رزينة شوية في شارع عثمان بن عفان نيفو المنزة ويت في اتجاه النصر، وعلى جي بي 5 فما ضغط اللي جايين من بوشوشة في اتجاه باردو نيفو فامارس. سينو الحركة تبقى عادية في تونس وفي بقية الولايات. نشكر كل من تفاعل معنا على الجروب فيسبوك يافين من فوترافيك، اللي عنده معلومات كيس ينجم يكلمنا على 58 550 711. كانت هذه لانفو ترافيك واخر فلاش اليوم، انا ما بقى لي كيفاش نقول لكم سيس ورويحكم في الكيس وطريق سليمه للناس الكل.
مشكلة حساسة وتخاف تحكيها، تعرضت الموقف بدلك حياتك وما تنجمش تحكيه، متقلق وإلا متقلقة من حاجات تحشم تقولهم قدام عائلتك أصحابك واللي دايرين بيك. معايا أنا فرح بن عمارة نجم تحكي اللي في قلبك الكل، ومع بعضنا نوصلوا الحل. كنت تحب تشارك معايا كلمونا على 31 380 ألف، مثنين للجمعة من 10 لل 11 متاع الليل. الكلمة ليكم انتوما في كلام في الليل على راديو إي إف إم، أحلى راديو أحلى ضحكة. عنا جارنا مغروم بتربية الكلاب، حاشيكم كل يوم يخرج كلبه ما ساعتين متاع الليل، ما يخليناش نرقدوا. ذا وكلبه شنو مسميه؟ جوجل. وكلبه كان تشوفه ما يجيش حتى بوك، خايب برشا كلبه يبك جوجل جوجل وكيف حاسله. زي مرة الكلب بتاعه بيهم، وكلب صدق على الاخ ياكل كل شيء كلبه. مرة كليت ترونترو اديس متاع مولاه ولا ينبح هكا الكلب. جاء ميساج. من 7 إلى 8 اي اف ام سبور بلوس. رجعنا لكم جي توا 7:04، مازلنا مواصلين في الانفو دي جور، مواصلين بالحديث على النادي الافريقي. سمير السليمي حكينا على عطف تخيلي، وسام يحيى، صابر خليفه، وبلال عيفه، اوكي. لكن ثم في المقابل رباعي حكينا على زهير الذوادي، كذلك سيف الشرفي، وينهم الملاعبية؟ سيف الشرفي، مهدي الوذرفي، حمزه العقربي. الرباعي هذايا نهايه المشوار مع نادي الافريقي، وهذا ما اكدوا البارح الناطق الرسمي اللي رجع من جديد البوست نتاعو كمال بن خلي. تعليقك على الرباعي ذا اللي غادر النادي الافريقي؟ هذيك ساعه كل شيء سنه الحياه، راهو لا ما الكره ما تدومش، وحتى حاجه في الدنيا هذه ما تدومش. المهم يقعد العرض الباهي، ويقعد ما قدمت، ويقعد الذكرى الطيبه مع جماهير النادي الافريقي. انا نظن وافق راي الاداره والراي الاطار الفني انه الرباعي هذايا ما عادش عنده مكان في النادي الافريقي، وتلك سنه الحياه، مع احترامي للملاعبيه ذوما الكل، تلك سنه الحياه. كره القدم ديما تتطلب متطلبات، وتطلب تمارين، وتطلب مردود، وتطلب كذا. فبالتالي وكل نادي عنده توجهه نتاعو، عنده استراتيجيه نتاعو، وكل مدرب عنده رؤيه نتاعو. وبالتالي انا موافق على مستوى الملاعبيه اللي قاعدوا، مثلا صابر. انا صابر راه كليدر في الجروب، وصابر اذا كانت حط في ظروف باهيه، نعرف انه، انا متاكد انه مازال ينجم يعاون الافريقي في موسم ولا زوز. وسام قيمه ثابته بطبيعه الحال، حتى حد ما ينجم يشكك في وسام. الباقي حمزه العقربي ولد النادي الافريقي بطبيعه الحال، وعطى برشا الجميع. ان شاء الله ربي يوفقه في مسيرته، ان شاء الله يلقى معناها نادي يلقى عرض اللي يتماشى مع الامكانيات نتاعو، ويحصل معناها على معناها كونتراتو، يكون معناها ختام لمسيره كرويه. ما تنساش انه حمزه سيرتو من الناس اللي ملاعبين نحبهم انا برشا، اللي قبل كل شيء ولد النادي الافريقي، خلى دمه في النادي الافريقي. جاته اصابه خطيره وخطيره جدا في النادي الافريقي، تقريبا زاد 10 سنين حمزه العقربي في كبر النادي الافريقي. ان سيرتان مومون في موسم 2015 اللي هز في نادي الافريقي البطوله، وصل المنتخب الوطني التونسي. فوالا دونك ولد النادي الافريقي. دونك هذاك علاش انا في بدايه الحديث نتاعي قلت راهو يلزم معامله تكون طيبه. من حين انا ياسفني كي ملاعب يخرج من باب الصغير، ولا يخرج متغشش، ولا يخرج من بعد تصير الكلامات والسلامات وهو الشكاوي وهو كذا. بعدونا من كل هذا، نعرف الوضعيه صعبه في النادي الافريقي، ولكن لابد ان نلقاو الحلول، فهمتي، ترضي جميع الاطراف. ملاحظه اخرى، راهو ماهوش المدرب بركه يحكم، راهو في الافكتيف. المدرب عنده وجهه نظر، عنده راي، وعنده متطلبات، ولكن الاستراتيجيه راه نتاع النادي. استراتيجيه نادي لازم يكون في تنافس. ننتدب ملاعب صغير في العمر، المدرب يقول لي ما حاجتش به، لا يقعد غادي. إيه في الاخر تقعد الكلمه الاخيره المدرب. لا ما تلعبوش حقك. لكن انا عندي استراتيجيه وعندي برنامج، نجيب ملاعبيه صغار نحطهم في الافكتيف، يقول لي ما حاجتكش بهم، ميساج ما حاجتكش بهم، ما يقعدوا يترناو. فما استراتيجيه نتاع نادي، وفما توجه نتاع مدرب. لهنا المعادله، ماهوش المدرب راهو يحكم في كل شيء. باش نكونوا واضحين، في الانديه الاوروبيه راهو اللي تحترم روح، فهمتني، مدرب يقول لك انا يصير تنسيق بين الناس الكل، والاراء المتبادله يصير التنسيق. انا كل عام عامين 3 سنين التالي شو اسمه ليفرني الجارديان نتاع النادي الافريقي، المدرب قال ما حاجتيش بيه. تو هذا كلام حقك باش ما حاجتكش. نعم ورجع. اي ولا تباع ورجع، ما كانش اعاره البنجلاديش. تباع ورجع. تو فهمت معناها، حتى الاداره عندها رؤيه فنيه زاد راهو. وذاك علاش توا معناها بدات الاداره معناها تفكر في همزه الوصل بين المدرب والستاف وبين الاداره. دونك فما برنامج نتاع نادي، ولكن كذلك فما رؤيه مدرب. فلهنا لابد ان نلقاو حل وسط يتماشى، خاطر المدرب ممكن جمعه جمعتين ماتش زوج ماتشات ويمشي على روحه. شنو يخلي لي كارثه للافكتيف؟
فوالا هنا دونك انا راه انه الرباعي اللي حكيت عليه صراحه انا مقتنع انه فنيا ما عادش حاليا ما عادش عنده حاليا ما وتلك سنه الحياه واضح جدا. الخبر الثاني في متابعه للبوليميك ياسين العياري جمعة تونسية لكرة القدم. اليوم ياسين العياري إهابة تدوينة جديدة يقول على خفية مراسلة أمل وعمل حول عقد جمعة تونسية لكرة القدم والمشغل القطري. فرقة مكافحة التهرب الجبائي تقوم بمداهمة للجمعة وللشركة هذه وتطلب الوثائق والفواتير والعقود وتشرع في تقصي وبحث معمق. نحن اتصلنا بالجمعة التونسية لكرة القدم مصدر من الجامعة اللي هو أمين مو اللي قال لنا على لسانه معناها أنه مقر الجامعة التونسية لكرة القدم لم يتعرض لأي مداهمة. تعليقكم على هذا ما هو مش خبر ما هي بلوتو هالمشاحنة واللي واحد يقول حاجة والآخر يخرج يقول عكسه وهذا مزوز مصادر رسمية. حسام الحاج علي تعليقك على اللي صار هذا يا باهت هو بطبيعة مناش بقول يا باهت يا تبكي حاجة مفجوع وأني مداهمات ولينا أخي القاوة واحد هو فعلا استعمال المداهمة مداهمة نعرف تصير أنا على وكر متاع مخدرات على وكر متاع داعارة داعارة مداهمة خمم فيها يسر عادي تصير مش عارف تتقالب خاطر مداهمة احنا نشوفه فيها في الأفلام عرفت كلي بوليسية بالمشتة للباب حل الباب ودخل وزن وقف أي شتم مداهمة يعني صراحة شوف انا مش عارف شنو هو ليسيو نتاعها اسكو باش تقف الحكايه هذيا واش مش تقف معناها الى متى باغفوا نقولوا سيها وصلنا قالها وثم قضيه وفي المحكمه نشوفوا شنو هو ليسيو نتاعها من غدوه تطلع حاجه اخرى معناها نحب نعرف شنو هو ليسيو نتاع الموضوع هذايا ما قلنا واعطينا راينا احنا ديما هنا رانا ككونسلتون ولا كمحللين وكحاجه رانا ما عندناش جهه على جهه اخرى احنا طبيعي دي في قدامنا نحكيوا عليهم انا قلت واحد تراي قدامنا واحد يقول حاجه واحد يقول حاجه دونك ما نجمش نقول نجي راني مع هذا ولا مع هذا ولا هذا صحيح ولا هذا غلط ولا هذا اللي عملوا انا بالنسبه لي انا شنو وقلتها في الموضوع مليون مره مو قالوا ثم قضاء وثم انكيت وقت اللي توفى لونكيت نشوفوا ليسيو نتاعها كان ليسيو اعطات اللي ثم فساد وثم واحد اللي عمل الفساد تو يتحاسب ونقولوا له الله يهديك كيش بيك خربت لنا الكوره نتاعنا واللي يتهم جو سيبوز من بعد كي نتهم ونخرج ونعمل ثلب ومن بعد يطلع الكل قال المصري فشوش وما ثم حد شيء نقولوا يا اخي السينما اللي عملته علاش نقول مره اخرى خلي القضاء خلي القضاء ما تتكلمش وقت اللي تخرج ما كنتي مقاش قال هو ياسين العياري قال انا قدمت هو وعملت وكذا معلومة هو عطيت هو معلومه صح خدمت فما شرطه داهمت المقر مداهمه هي راهي اون ديسونت معناها معناتها بالكمين وبالحاكم اسكو سي اوفيسيال قال هو مادام قال ثم مداهمه معناها حاجه رسميه عنده هو من المفروض اعطينا خويا حاجه رسميه نائب شعب كي هابط حاجه كذا وكي ينتقي الكلمات نتاعو مش سهل يعرف روحه شنو يقول انا شنو نقول يا خويا اعمل خدمتك انت كنايب ولا اعمل خدمتك وقدم الادله وقدم كذا وهذا من حقك كنايب شعب انك تقوم بهذه المهمه ومن بعد خلي القضاء يعطي رايه قبل ما ثم حد شيء اوفيسيال يزيونا من الكلمات انت تتهم والاخر يقول مش صحيح والاخر يقول لك والله انا باش نقول قيلوا قال سامحني في الكلمه باش نقولها بون انا من ديما ثم كلمه انا ما نحبش نقولها مي باش نقولها عرفتك اللي عركه في الحمام ولات هذا يقول وهذا لا وهذا يقول وهذا لا وهذا يجيب الدله وهذا يقول لا مش بالحق ولا يقول عملت ولا عملت واحنا كشعب تونسي قعدنا في الوسط شنو؟ خي شكون الصحيح؟ حتى اللي يجي في الوسط تتسمى ماكش محايد لا لا انا خويا انا محايدين لا قلنا هذا عنده الحق ولا هذا عنده الحق اعطيونا خويا في الاخر شنو اللي هو القضاء اللي باش يقول شكون عنده الحق شكون ما عندوش الحق فقط والله واحد باش يتكلم يردوه تابع الجامعه تابع وديع الجاري والله وقت اللي هبطت الستاتيو وقت اللي سيني عايري هبطت الستاتيو بالوقت نيم با خمسه دقائق انا وقت جاي للراديو في اثنين قلت فغادي كيف شيرت المنزه قلت خل نتعدى نعمل طلب والله ما فهم شيء ما حتى العساس باش نساله حشمت معناتها وليت جيت خدمت عليه قولوا زدموا عليكم ولا والله حشمت حتى باش نسال معنا باهي فقط السلام عليكم كابتن خالد حسني وقال لك ريغلي فوتر هورلوج راهي توا 7:19 دقيقة مش 7:04 معناتها فريمون كابتن خالد حسني يعطيك صحة على دقة الملاحظة نتاعك سويسري سويسري والله فريمون عنده منقلة سويسرية هو لازم سمير نهار نحكي لهم ايش قاعد صاير في الجروب واتساب معناتها حاجة إبداع معناها حاجة إبداع باش نحكي تو سويت على
ملاعبيتنا والبطوله المصريه ثم مثلاً انتقال جديد انتقالات متتاليه فوالا عنا برشا ما نحكيو في الميركاتو تسويت شيفر ديجور الرقم هو 8 شنو هو الرقم هذا تسويت باش نكتشفوه في شيفر ديجور شيفر ديجور دونك 8 سمير السليمي 8 هو عدد اللاعبين التونسيين المحترفين في الدوري المصري عنا رقم آخر اللي هو رقم 3 اللي هما 3 منهم في فريق واحد فريق المقابلون العرب وثلاثة ملاعبيه هما سيف الدين جزيري وسيم نغموشي وهيثم جويني اللي اتفق اليوم لإمضاء عقد موتو موسم واحد مع المقابلون العرب دونك نعملوا ريكاب الزمالك فيها فرجيني سيسي حمزة المثلوثي الأهلي علي معلول بيراميدز عمر العيوني ودي الدجلة أو الدجلة اللي كما تحبوا تسميه إيهاب المباركي والثلاثي سيف الدين جزيري نغموشي وهيثم جويني في نادي المقاولون العرب تعليقك على رقم هذا ما زالت الليسته جايه سيبوز ما زالت بالطبيعة هذا اخر ميزا جور مازال تحين 3 نوفمبر حتى يسكر الميركاتو مازال تحين مازال باش يوصل حاجه باهيه حاجه باهيه 8 ملاعبيه تونس يلعب في بطوله محترمه وبطوله محترفه وبطوله على المستوى الفني ممتازه وعلى المستوى المادي كذلك بطولة ممتازة محترمة ومحترفة هل هي أفضل من البطولة التونسية؟ تعتبرها أنت؟ مانيش أنا هنا باش نقيم شنو رأيك؟ مانيش باش نقيم لكن أنا كي نشوف ماتشوات في البطولة المصرية ونتابع في البطولة المصرية والبطولة المغربية البطولة السعودية تابع كي ما نلقى ماتش ما نفلتوش نتفرج في بطولة محترمة نتفرج في 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 الزمالك فريق محترم نتفرج في بيراميدز فريق محترم نتفرج في مقاولون العرب ولا في الإسماعيلي معناها فرق فريمون باهي معناها ماتشات صحاح فوالا دونك على المستوى الفني الملاعبيه مش يلقاو مستويات طيب على المستوى المادي مش يلقاو مقابل مادي محترم ومش يلقاو انديه ماديا مرتاحه معناها ماديا ما عندهمش مشاكل نتاع فلوس دونك مش يلقى الملاعب التونسي اللي مش يمشي غادي كان مش يربح على كل الجوانب سواء على المستوى الرياضي مش يلعب في مستوى عالي ثم مش يلقى على المستوى المادي يلقى المادي وتم بعد نحكيه على الميزانيات نتاع الانديه هذيا واش تصرف واش تعمل شيء كبير معناها حتى على المستوى الاعلامي والترويج الاعلامي انا كي نلعب في البطوله المصريه في الاسماعيلي مثلا مش لازم سيدي اهلي وزمالك توا بيراميدز خلطت عليهم هنا نلعب في الاسماعيلي ولا في الجونه ولا في حرس الحدود ولا في اي ولا في المصري فرق محترمه راه والعينين نتاع الخليج الكل اول ما تمشي تمشي للبطوله المصريه توا اول ما تمشي تمشي للبطوله المصريه دونك الملاعبيه اللي خرجوا توا مش يستفادوا على المستوى على كل المستويات ثم باش اذا كان يعطيهم مردود ما خير مش يلقاو رواحهم في احدى البطولات الخليجيه وبيناتنا انا كي نمشي للبطوله الليبيه ولا المصريه ولا المغربيه شنو طالب؟ طالب فلوس طالب فلوس فوالا انا هنا باش نلقى الفلوس ونلقى الكوره دونك هنا البطوله المصريه انا نتصور انها محطه ممتازه برشا من اللاعبيه التوانسه في انتظار انهم يلقاو ثنيه اخرى على المستوى الخليجي لانه يعني الاسماء اللي قلتها توا انت ما عندهمش معناها ربما طموح ان يلعبوا في اوروبا ولا امكانياتهم خلينا نتكلموا بصراحه فهمتني؟ ابار معلول وابار فرجاني فرجاني ومعلول يقولوا الاهلي زمالك كمان سي ان ستاندينغ هذاك حطوا على جنب نحكيو على الانديه من وادي دجلة المقاولون أنا وجهه ممتازه برشا باهي المقاولون العرب مركز رابع وباش يلعب كاس الكاف حسام الحاج علي النادي الذيلي انتقل له هيثم جويني الاتفاق اليوم موسم نرجعوا نحكيو عليه بعد شويه كذلك وسيم نغموشي من ايمات الذيلي ثلاثه ملاعبيه عندنا في النادي هذايا والعدد مازال قاعد متصاعد في البطوله المصريه بالنسبه للملاعبيه التوانسه. اكيد وثم فرق الصفوه وثم فرق اللي تلعب في اعلى ترتيب مقاولون العرب الموسم الفارط معناه كان قريب للشامبيونز ليج كان ينافس مع بيراميدز والزمالك الاخر وقت على الدوزيام بلاس. ومركز رابع قدامه بيراميدز اهلي زمالك يعني ما فماش ما اخر. لا وكان قبلهم مقاولون العرب وسرتو حتى كان نرجع للتاريخ من ليكيبات الكبار راه محمد صلاح تكون في المقاولون العرب وخرج من غادي معناها فريق كان يلعب في الشامبيونز ليج كان من ليكيبات الكبار. انت عملت وقلنا توا سمير سي نورمال جو لو كومبرون تقولوا اما خير المصريه ولا التونسيه سعيد على الاقل نقول لك انا على الاقل ماهيش اخير من الدوري التونسي مش ما نقول لكش خير نقول لك مش اخير دي موا هو نجمو نعملوا حسام مقارنه فيش خير منا في الانفراستركتور انا كنت فرش في التيران ماتشات تاع الدوري المصري لا مصر نظرة كاس افريقيا على مستوى صحيح عالي صحيح جدا وقت اللي نتفرج على ليماج انا ونتفرج في الماتشوات ونشوف التصوير نتاع الماتشوات نتاعهم ثم ديفيرونس وسور لو بلون ماتيريال
وسالير وكل سكي يصير خطر. انا نسمع ونعرف معنا عندي دي كونتاكت نعرف الجوالات التوانسه دي موا كيقول لك انا علي معلول وفرجين سيسي شنو يخلصوا غادي معناها ما ثم حتى علاقه وحتى مقارنه باللي يخلصوا فيه. نرجع بعد في علاقه بالميركاتو وبالخلاصات هذو ونعملوا مقارنه. دونك انا قبل كنت نقول كنت متغشش اللي كيفاش معناها الشامبيون نتاعنا ولات كل جمعيه عندها سته سبعه من شمال افريقيا ونقول مرحبا مانيش كونتر مي اموا احنا زاد جواراتنا تمشي تلعب لبرا نقعدوا احنا نجيبوا جواراتنا تبلوكي كي تولي يبدو لي اللي قاعد عندي في البطوله المصريه في علاقه بالتوانسه اللي مشي يلعبوا في مصر كيما اللي قصاير في بطولتنا مع الجزائريه يظهر لي هذيك تقريبا هذه كي تولي نمشي انا وتجي انت اموا السؤال هنا بون ثمانيه ملاعبين وما زالوا باش يزيدوا مازال مؤكد جدا علاش الملاعبين المصريين ما يجوش لهنا هذا هو اللي الفلوس خاطر السالير خاطر الفلوس رجعنا يخلصوا مليح لب الموضوع هو المادة وحتى الملاعبيه اللي جاوا ظهير الايسر مارسيلو الاهلي المصري شنو نقول لك سمعت صار له ولا صار له اي ما زاد زاد اون كونتر بارتي ست شهور لعب في مانيدي راضي صفاقسي ما فما حد شيء سانسيرمون المستوى ماهوش افضل من اللي موجود. سامحني ايمن انا شفت لي بريمي ماتش اللي لعبهم وسالت وسالت صفاقسي عمل مردود ممتاز جدا ويشكروا فيه معناه سور البلون تكنيك اما ابارامون معناه كان اللي حكاه صحيح لو كان عنده لي كاليتي راهو يقعد في الاهلي المصري. لا لا ايش بيه عليه؟ استنى سامحني معناها وقت اللي جوار من تونس يمشي يلعب في مصر معناها نقول كان جا عندك كاليتي راهو قعدت في تونس. اي احنا عندنا فرجيني ساسي وعلي معلول يلعبوا في مصر في المقابل مع هذوما نجوم تاع منتخب ومتاع الكوره نتاعنا في المقابل ما عندكش انت رمضان صبحي وكذا يجي يلعبوا في الترجي ونادي الافريقي مش 5 مليون دورو في العالم باش نرجعوا له بعد الموضوع باش ناخذوا معنا في المباشر بالهاتف مباشره من مصر سيد محمد عادل مدير الكوره في نادي المقاولون العرب. مساء الخير اهلا وسهلا استاذ. اهلا مساء الخير ومساء الخير عليكم وكل سنه وانتم طيبين ومساء الخير على الاخوه مرحبا الاصدقاء الحبايب اللي موجودين في الاستوديو والاخوه التونسيين جميعا يا اهلا بكم. مرحبا بك استاذ عادل مدير الكره في نادي المقاولون العرب. خلينا نبداو باخر الاخبار في الصحافه التونسيه والمصريه حتى بعض المصادر المقربه من اللاعب هيثم الجويني. هل تاكد لي الاتفاق مع لاعب سابق للترجي الرياضي التونسي هيثم الجويني الاتفاق مع نادي مقاولون العرب الانتقال لمده موسم؟ مظبوط الكلام ده والاجراءات احنا باعتين له التاشيره عشان يجي مصر ان شاء الله تم الكلام معاه علشان نحدد الخطوط النهائيه في هذا الموضوع. بس انا احب اوضح للساده المستمعين في تونس ان نادي المقاولين العرب ده ثالث نادي في مصر حصولا على البطولات واخد 8 بطولات ومن ضمنهم 3 في افريقيا. السنه دي الحمد لله وصلنا هنلعب في الكونفدراليه. نادي طلع محمد صلاح وطلع النني طلع لاعبين كبار جدا. نادي متواجد في افريقيا من الثمانينات والسبعينات وله صيت كبير جدا جدا في افريقيا. نادي كبير الاخوه التوانسه اللعيبه اللي عندنا احنا عندنا الكابتن سيف الجزيري عندنا الكابتن انضم لنا السنه دي وسيم النغموشي. باش نسالك هنا يا استاذ محمد شنو السر نتاع الاهتمام نتاع الملاعبيه التونسيين حاليا في الرصيد البشري نتاعكم عندكم 3 ملاعبيه تونسيين وسيم النغموشي سيف الدين الجزيري وهيثم الجويني شنو السر الاهتمام بالسوق التونسيه؟ يعني تسمع تاخذ الحقيقه يعني هو طبعا سيف كان مثال مشرف للعيبه افتح البيبان وصوره مشرفه واحنا بنعتز بيه وبالتالي سيف وجوده في نادي المقاولين العرب واحساسه بكل الرعايه وكل وامكانيات النادي امكانيات المدير الفني كان عامل مهم جدا في التفاوض مع 2 زملاء الاخرين لان برضه في اخ ليهم تونسي عايش في النادي شاف كل الظروف ايه وامكانيات ايه اكيد حكى لهم عن راحته اللي قدت طبعا واحنا قناعتنا بالتوانسه اللي موجودين في مصر سواء اللي عندنا او اللي في الانديه الاخرى سواء بالامكانيات الفنيه والامكانيات الخلقيه وما في شك طبعا احنا بنرحب بيهم وان شاء الله نعمل يعملوا معانا موسم كويس باذن الله لصالحهم ولصالحنا.
ان شاء الله هذا متمنوه بالتوفيق لكم كنادي مقاولون العرب، باعتبار انه تو النادي هذا باش نتابعوه عندنا ثلاثه توين سيلعبوا في نادي مقاولون العرب باش يشارك في كاس الكونفدراليه الافريقيه. من عاش كان عندكم تفاعل ولا سؤال لمدير الكره سمير؟ عندك سؤال ونحكي؟ لا لا، نتمنى النجاح للنادي المقاولون العرب بطبيعه الحال، من افضل الانديه. وانا نتذكر وانا صغير كنت معجب جدا في الثمانينات بالمقاولون العرب، من الانديه الممتازه، من الانديه الكبيره الممتازه. فبالتوفيق والنجاح، ونجاح كذلك للثلاثه لاعبين نتاعنا ان شاء الله يشرفونا. كلمه مهمه قالها الاستاذ، قال جزيري فتح الابواب، وبصوره مشرفه، وانا شيء يشرفني انه لاعب تونسي يكون مثال يحتذى به ويفتح الابواب لباقي اللاعبين. فحظ موفق وسعيد للفريق الكبير المقاولون العرب. مشكور جدا سيد محمد عادل مدير الكره في نادي المقاولون العرب، كنت معنا مباشره من مصر. دونك هاو التأكيد الرسمي الاتفاق مع هيثم الجوني، في انتظار انه يبعثوا له التأشيرة الفيزا واتمام الاجراءات والشكلية. نحكي شوية على الانتقال هذا سمير السليمي، هيثم الجويني الى نادي المقاولون العرب. حكينا على النادي والوجه بشكل عام، هيثم الجويني والمقاولون العرب، شنو رايك في الوجه هذا؟ فرصة بالنسبة لهيثم، فرصة كبيرة بالنسبة لهيثم الجويني اللي نعتبره انا من افضل اللاعبين ابناء جيله، ولكن الامكانيات ممتازه برشا على المستوى الفني، لاعب ممتاز برشا، المورفولوجي نتاعو معناها ملاعبي ملاعبي، لكن مالوغوزمون وانا شيء هذا قلته توا ست سنين التالي وقت اللي هو في الترجي مازال كيف ماهوش خدام، ماك الحماس وكل الروح مش موجوده. انا شخصيا ما نحبش الملاعب اللي ماهوش ما عندوش روح، ما تحسوش خنيسي كي يقتل روحه على الكوره، فهمتني؟ ما تحسوش الملاعبي علاش نفس الكلام نعاودوا فيه تو على ست سنين على هيثم الجويني بالذات؟ تومبيرامون فما ملاعبيه قبل كانوا هكاك بلان كاليتي، مو ما ماش هذا صحابه يجروا في التيران وهو واقف هكاك، هو هذيك طبيعته. انا ما نحبهمش الملاعبيه هذوما، مالغريكو من افضل الملاعبيه على المستوى الفني، تجاربه اللي مشي لها الكل تو في الترجي هذا التونسي نورمالمون راهو يلعب وعامل البتيت كل الاخر، راهو يحكم في هجوم الترجي من سنوات ما نجحش، رغم الناس الكل تقول انه عنده ملاعبي عنده امكانيات ما نجحش. مشى للاسباني في تجربه، مشى لتنيريفي في اسبانيا، مشى في العين ديرنيرمون، مشى للعين ما مشاتش الامور. ان شاء الله هو معناه كيما عمل سيف جزيري معناه فيق و تنجم تصير بوان دو رولونس في 27 سنه مع المقاولون العرب. ان شاء الله يا رب، لانه ملاعبي اللي يبكيوا عليه الملاعبيه موجود عنده هو. التكنيك موجوده، التايم موجوده، التجربه موجوده، متكون مليح. تقعد النقطه هذيا، انا كان جيت مدرب راني في ملاعبي من النوع هذا ما نلعبوش، ما نلعبوش ملاعبي اللي ما يفكش الكوره. بالنسبه لي انا الوحيد اللي ما يفكش الكوره في العالم هو ميسي. هو كاو ميسي نو سينو معناه ان شاء الله يا ربي نتمنى، لانه ملاعبي انا مقتنع بيه كملاعبي. الامور الاخرى معناها اثرت نوعا ما على المسيره نتاعي. حسام الحاج علي نفس السؤال، في 27 سنه النجم يعتبر بوان دو رولونس يرتكز عليها هيثم الجويني باش يفتق امكانياته، يفتق مواهبه هيثم الجويني، يفتق الامكانيات اللي توا سبعه ولا ثمانيه سنين كل المحللين في تونس قالوا هيثم الجويني من افضل كان مش افضل راس حربه ولا تسعه موجود في تونس، المدربين اللي دربوا سابقا في الترجي الرياضي التونسي، لكن لا ندري شنو اللي يصير اونتر تون، لانه هيثم يقعد ديما هو رقم اثنين، ولا كي تصير تجي الفرصه ما يستثمرهاش كما ينبغي. الكوره عنده، لان نرجع نقول مره اخرى، راي الكوره ماهيش كاليتي كهو. نجم تكون عندك احسن الكاليتي في العالم وما تعمل حتى شيء. الكوره ثم حاجه اخرين، وسيرتو كي تلعب في جمعيه كبيره، اللي مع الكاليتي يلزم تكون عندك شخصيه قويه، يلزم تحمل البريسيون، يلزم تحمل لا كونكورونس، يلزمك تو ديمونتر شاك ماتش. كل هذا ابارامون انا ما نحبش نحكم على الجوار، لاني ما ريتوش قدامي، ريتو كان في تيران في كلكو ماتش، ما ريتوش يترين، لكن كل العوامل ذي الكل وكل التجارب الكل وين سي با افيرمي في حتى جمعيه كوم لو نيميرو 1، دونك ثم حاجه، ثم حاجه كي ماخش با، ثم حاجه اللي ما خلتوش يولي نيميرو 1، لا في الاسبيرونس، لا في تينيريف، لا في العين، لا في حتى حاجه. شنو معناه؟ اليوم وصل 27 لوجيكمون في الكوره سي لا ماتوريتي، وصلت احسن عمر نتاع جوار نتاع كوره، يحط في قلبه صحيح شكون اللي يبرز انه مازال بكري معناتها. يا سيدي نقول انا في الاسبيرونس ما عطاونيش فرصتي، مشيت لهنا ما عطاونيش فرصتي، اي ما نقولش انا زاد شنو عملت باش ناخذ فرصتي. علاش الجوالات الاخرين خذاو وسيزون تامبوزي واصغر منه في العمر واقل كاليتي وراو رواحهم؟
اليوم معناه بالنسبه لي انا إلي تري شونسو بعد ما نقولش الفشل بعد عدم النجاح في العوام هذوما الكل وتجيك ايكيب بارمي لي كات او موان احسن جمعيات توا في مصر سي اون شونس وجو سيبوز انا راهو سيف الدين الجيري كما قال مدير الكره نتاع نادي مقاول عاون راهو قال لهم خاطر جو سيبوز ما شافوهوش برشا ما راهوش برشا معناتها ما لعبش مش جوار كلي الى كونفيرمي وقال واه باش نجيبوه لكن رغم ذي حسام اوكي اوكي متفاهمين لكن او ميم طون زاد ثم وقع ما لازمناش ننساوه انه مثلا هيثم جوني كان مساهم في الزوج رابطه ابطال اللي هزم وفك البطوله العربيه وتخلوا مركب العربي في مباراه بريميرو ديغوستو الشهيره بهدف وباسيس يعني في الغبر كل ثم ان سيرتان ميريت اللي ورصيد يخليه دونك نقول لك مي سي تري بو ياكد اللي عنده امكانيه عنده مي سي تري بو ما علاش ماهوش تيولير يا اي ماذا هو ابار ماتش بطوله عربيه كنت كذول ليكيب من زاير يظهر لي ولا ليكيب كلي تخلوا وكانت خاسر اسبيرونس وتخل في الاخر وماركا وعمل حيرها وماتش ذا بريمير ليغ ذكرني ذولي مره كنت ليتوال ماركا بونت وزد مي اغسر ماتش هنا ماتش هنا ماتش هنا كي تبدا جوار تلعب في الاسبيرونس ولا في الكلوب ولا في ليتوال ولا سي اس اس كان ما تعملش ثلاثه اربعه خمسه سته سنين وانت ديما اوموا بارمي لي 13 ما نقولش سيدي ال 11 اللي ديما موجود وديما البصمه نتاعك موجوده ما تسماش معناه جوير كي كونفيرمي نحن مي نونبيش مازال عنده الوقت وان شاء الله نتمنى له احنا كيما قلناها كل جمعه نتمنى له ديما توفيق ان شاء الله كل جوار تونسي نحبوا يتالق ويخلي كيما سيف الدين الجزيري مشى من هنا هو جويني يحل زاد البيبان الملاعبيه كيما عمل سيف الدين الجزيري نحن نتمنى ان شاء الله بالتوفيق الملاعبي في تجربه جديده نتاعو 27 سنه ماهوش عمر صغير لكن ماهوش زاد نون بلو عمر كبير برشا بالتوفيق ليه مع نادي مقاولون العرب ثم كوب دو لاكاف كومين معناتها مش باش يمشي في بطاله ولا تاع يكمل في ميتي وكذلك نحبوا نعزيو هيثم جويني خاطر ديغنييرمون كانت وفاه الجد نتاعو بركه فيه الله يرحمه فوالا تعازينا الحاره دونك لهيثم جويني ان شاء الله بالتوفيق ليه ولكل الملاعبين التوانسه المحترفين خارج تونس نخرجوا فاصل صغير باش نرجعوا بعد شويه باش نحكيو على الميركاتو ميركاتو الانديه التونسيه ومقارنه بميركاتو الانديه المصريه والجزائريه والافريقيه قبل النسخه الجديده اللي باش تبدا تري بيانتو بالنسبه للتشامبيونز ليغ الافريقيه. ثمانية متاع الليل حاتم بالحاج يحاوت النهار. اي خويا انا كمواطن زاد ما عنديش الحق نحي لي خطيه ب 99%. في ساعة باسلوبه الخاص في مع حاتم. هذه كلمة تونسية انا معناها تعجبني برشا هي التزأبق، هم قاعدين يتزأبقون وهاكم تراو معناها فريمون عاصمة التزأبق في العالم هي موجودة في مجلس النواب باردو. اي اف ام احلى راديو يا فان احلى ضحكه. ما تقولوليش ما نلوينها عليه هكا، علاش ديما روتار؟ علاش ما ندخلش نهار نبدا فرحانه نلقى الدنيا مسيقه والبخور العلوعي عليه مدام بخور ديما مش باهي راهو بور لا سونتي. مش عم في لا سونتي انا البخور نعم في الجماعه بسم الله. ما نلعب لريجي وكل يوم تخرج تلهد على رجليها من دارها. لو سبور اي تري بون بور لا سونتي. تعرف الرياضه ايش نقول لك حاجه ساعه انت نقول لك ديما نهار ثلاث ما عادش تجيني، فهمت علاش تصبح لي انت دولانيه؟ اولا ثانيا ريت تقرا فيه في الكتب هذه الخنفسيه والرياضه وكل شيء ما يمشيوش مع المارك هذوما ما يمشيوش مناظر هذوما بناظج منارك. من اثنين للجمعه من 7 ل 8 متاع الليل اي اف ام سبور بلوس ايمن زروق 47 دقيقة رجعنا لكم من جديد في سبور بلوس مواصلين حتى الثمانية متاع الليل. قبيلة كنا حكينا على الخبر وتدوينة ياسين العياري حول المداهمة متاع فرقة المكافحة الجبائية وتكذيب الجامعة التونسية لكرة القدم اللي صار من خلال اتصال هاتفي، لكن توا رسميا الجامعة التونسية لكرة القدم تصدر بلاغ أهم شيء فيه تقول أنه في وقت تحتاج فيه بلادنا إلى تضافر المجهودات في كل القطاعات تجد الجامعة التونسية لكرة القدم نفسها من جديد مجبرة على الرد على الادعاءات الكاذبة التي يقف خلفها أشخاص اختصوا في توجيه التهم الكيدية إلى الجامعة ثم امتهنوا نشر الإشاعات. في هذا الإطار تؤكد الجامعة التونسية لكرة القدم أن الخبر المتعلق بمداهمة فرقة مكافحة التهرب الجبائي لمقر الجامعة اليوم في علاقة بعقد مع أحد المستشارين عار من الصحة، وأن الهدف من بث الإشاعة هو مواصلة حملة التشويه التي تقوم بها هذه الأطراف منذ فترة خدمة لأجندة معلومة. هذا دونك أهم ما جاء في البلاغ، بلاغ مازال طويل برشا مش لازم نقراه الكل، لكن هذا أهم شيء. الجامعة التونسية لكرة القدم تكذب و
حتى استنكر و و و و و والصراع يبدو لي أنه مازال متواصل في علاقة بالموضوع هذايا وفي علاقة بالأجندات والمصطلحات هذايا اللي ولينا نستعملوا فيها في كرة القدم. تسويت باش نحكيوا على الميركاتو 20 نوفمبر آخر أجل لغلق القائمة الإفريقية. تاكوتاك دونك 20 نوفمبر 2020 اليوم نهار 3 نوفمبر يعني 17 يوم بعد تاريخ نتاع اليوم هو اخر اجل لغلق وارسال القائمه الافريقيه. ذاك علاش باش نعملوا اليوم تقييم لميركاتو كل من نادي الرياضي الصفاقسي وترجي الرياضي التونسي. زوج فرق هذو اللي باش يلعبوا في كاس رابطه الابطال الافريقيه اللي باش يمثلوا تونس في كاس رابطه الابطال الافريقيه، المغادرين المنتدبين والنقائص. سؤالنا اليوم في تاكوتاك قبل 17 يوم من غلق القائمه الافريقيه، هل تعتبروا انه انتدابات الترجي وسيسيس الى حد هذا اليوم إلى حد 3 نوفمبر هل هي انتدابات بقيمة إفريقية وتضاهي انتدابات الفرق المنافسة وعمالقة القارة خاصة بملاعبيتها وبفلوسها؟ نعم أم لا؟ قبل ما تجاوبوني على سؤال هذا في صحفي صاحب نعطيكم ريكاب الميركاتو. تراجي ونادي الرياضي الصفاقسي، تراجي حمدي نجاز الشعلالي بن مصفى مرزوخي تجديد عقد بن رمضان وحمد الهوني، نادي الرياضي الصفاقسي انتداب محمد صولة من الجنسية الليبية وزكريا المنصور اللي اتفق معها البارح قادما من نادي بارادو اللاعب هذا جزائري من نادي بارادو. نعودكم نذكر مره اخرى دونك بالسؤال، هل هي انتدابات هذه اللي كنا نحكيوا عليها انتدابات قائمه وتضاهي الفرق المنافسه وعمالقه القاره؟ نعم ام لا؟ 40 ثانيه سمير وحسام الحاج علي. 3-2-1 سمير سليمي. ما تضاهيش بطبيعه الحال باعتبار الفوارق الماليه على مستوى الميزانيه بينه وبين الفرق الافريقيه. اثنين ماهوش معناها تشري افضل ملاعبيه في افريقيا وفي العالم راك بتهز الشامبيونز ليغ، سي با معناها حاجه مؤكده. هاك العام اللي طوال 2007 وليدات الصغار ربحت المنتخب المصري وبركات وبوتريكا والحضري وغيره وغيره وغيره. دونك انا اذا كان النادي الصفاقسي ما عندوش امكانيه باش ينتدب ما ينتدبش، ينتدب كان اللازم في اللازم. كي البلاد الكل في ازمه، البلاد الكل مين باش نشريو؟ ما عندناش فلوس. داكوردو دونك الانديه التونسيه الانتدابات لابد انها تكون مدروسه حسب الميزانيه نتاعها باش من بعد ما تصيرش في مشاكل. ردوا بالكم تنتدبوا ملاعبيه غاليين برشا معناها باش من بعد خاطر الشامبيونز ليغ راه مش حاجه مضمونه. تنجم كيما قلت انت عندك احسن فريق في افريقيا وما تهزوش ومن بعد تروح في المشاكل الماليه. دونك انتدابات الترجي، الترجي عنده الامكانيات الماليه باش يشري اللي يحبوه، انتدابات وظهر لي انتدابات موجهه وقائمه. بالنسبه للاساس انا حتى كان ما شراوش ملاعبيه اساس والله يلوم عليهم، تعرف علاش؟ لانهم يعلم ربي بهم على المستوى المادي، وبالتالي الافكتيف اللي عنده ينجم معناها الاطار الفني يخرج منه فريق محترم ينور الكره التونسيه. باش نرجعوا باكثر تفاصيل ونزيد نغوصوا اكثر في النقاط. حسام الحاج علي نفس السؤال، هل تعتبر انه الانتدابات اللي قامت بها لحد الان ترجي نادي الرياضي الصفاقسي قيمه مقارنه بالطبيعه مع العمالقه نتاع قاره افريقيا؟ نعم ام لا؟ 3-2-1 توب كرونو. بالنسبه للسي اس اس ما نجمش نقولوا ميركاتو، ما سميش ميركاتو، ما شراو حتى شيء لان الامكانيات الماليه صعيبه. واللي سمعنا احنا الامور اللي زيكو اللي عندنا الموسم الفارط معناها بريس كيما صار كيما الكلوب افريكان لي جوير معناها 7 و8 و9 و10 اشهر ما خلصوش، دونك ثم ضائقه ماليه صعيب باش تعمل ميركاتو. لكن لازم محبه سي اس اس يفهموا زاده اللي ستون استراتيجي دو كلوب وما يطلبوش المدرب الموجود ما ينجمش يلعب على تيتر افريكان ولا ينافس بطريقه قويه على شامبيونان. يزمك دو تروا زاني باش تحضر لي جون نتاعك اللي باش تطلعهم، لانك صفاقس غادروها برشا جوريات الموسم الفارط باش تعوضهم سي بي دي جون. دونك سباتيتر ان بو ديفيسيل باش تلعب على البطولات ب ريكروتمون كيما هذا. بالنسبه لاسبيرونس واضح الشوا نتاعو، شوا هو لي جوار تونيزيان كلهم دي جوار انترناسيونو ولا اكس انترناسيونال، دي جوار اللي عندهم قيمه فنيه ما نقدروش نناقشوا فيها. وراو بوندون دي زاني سواء كان حمدي النقاس سواء في ليتوال او حتى في الزمالك. بالنسبه للمرزوقي في السي اس اس في ستاس سان جوار عنده بوكو كاليتي، الكل لعبوا فيه في رمضان معناتها كلهم دي جوار اللي كيون كونفيرمي وعندهم اسم. جربوا التجربه الجزائريه الموسم الفارط ما عطاتش شنو كانوا يستناو فيها، ابارامون ثم بوكو دالجيريان باش يغادروا الفريق باش يخليوا الا لي جوار كيون كونفيرمي. وزاد في علاقه بالقانون الجديد إيه عندك حق خمسه بركه نقص ولات الاولويه لتونس. دونك باش يعوضوا اللي ما عطاوش ب 100 بدي جوار كونفيرمي. ديما في الاخر هذايا رؤيه على الورق. ونرجع نقول في الكوره
وقت اللي تبمبي في المنزه الميدان يحميدان، وقت اللي تبمبي في الكوره كل واحد يوري شنو اللي في ساقيه. سمير، شنو ينتظر جمهور نتاع نادي رياضي سيرس ولا ترجي رياضي التونسي من النادي نتاعو في الشامبيونز ليغ القادمه، وقت اللي يشوف المنافسين نتاعو قاعدين ينتدبوا في ملعباب مبالغ مش نقول خياليه معناتها، يشوفوا قدامنا شنو قاعده تعمل الاهلي المصري. الاهلي المصري مازال ما عندش انتدابات رسميه، لكن اتفاقات شبه رسميه مع بدر البانون مع سيرين ولاعب سان داونز الاوروغواي مبالغ نحكيو على 3.5 مليون يورو، نحكيو على 2.5 مليون يورو، نحكيو على الوداد البيضاوي اللي جاب ايوب الكعبي 1.5 مليون يورو، بيراميدز اللي مش انتدبت فكت رمضان صبحي من الاهلي المصري العملاق فكته ب 3.5 شريته من هدرسفيلد تاون نتاع لونجلتير. هل 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 الارقام هذيا هو شخذاء فوالا هو ربي ربي 80 مليون جنيه على 3 سنين. نحن تونس تراجي نادي رياضي صفاقسي ولا اي نادي باش يلعب في كاس رابطه الابطال الافريقي، كي يشوفوا الاسامي هذوما ولا شيفر هذوما شنو يستنى الجمهور من الفريق نتاعو بالضبط؟ هل ينجم يلومه لو كان ما صارتش ريزولتا ولا ما هزش الشامبيونز ليغ؟ قبل كل شيء نقيموا الوضعيه نتاعنا نحن شنو في البلاد وعلى مستوى الانديه. بلاد تونس تعيش في ازمه كبيره ياسر على المستوى الاقتصادي، وهذا ينعكس بطبيعه الحال على الانديه التونسيه. اليابار فريق وحيد اللي هو ترجي رياضي التونسي، الانديه الكل كل تعاني في عجز مالي كبير ورهيب. هذا في تونس، هذا واقع. خليني نشوف الوضعيه نتاعي انا كمسؤول في السي اس اس مش في الاسبيرانس، نجي عندي مشاركه افريقيه وما عنديش الامكانيات الماليه وما عنديش باش نمشي بالنسق الماراثوني المجنون نتاع ملاعبي من اليوروغواي هذا 3 مليون يورو. تعرف معناها 3 مليون يورو؟ هذا يطلب المدرب الجديد نتاع الاهلي المصري اللي يدربوا في سان داونز، اللي يدربوا في سان داونز 3 مليون يورو، 10 مليارات فوق ال 10 ملياردوات خويا. ميزانيه كامله نتاع فريق نشري بها انا ملاعبي باش نلعب شامبيونز ليغ باش نجم نربح ولا نخسر. بدر البانون مدافع الرجال البيضاوي اللي هو مدافع اوكي ماهوش نيستا لكنه مدافع عادي ممتاز به 2 مليون يورو. دونك هنا التفكير السليم وين؟ التفكير السليم اني كيفاش من ميزانيه اللي عندي متوفره عندي نجم نعمل فريق ينجم يقوم بمشاركة مشرفة، ومن بعد الكرة ما تعرفش عليها، تعرفش على الكرة. تحكمش عليها الكرة. تنجم تعمل هكا وتربح السي اس اس تجيب تربح نسكول. ما تعرفش عليها الكرة. دونك أنا ما عندي كو نغرق جمعيتي في ديون ومن بعد نقعد لا قدر الله لسنوات وأنا قاسي في مشاكل مع الفيفا ومشاكل مع الملاعبية ومشاكل مع كذا. الميساج هذايا يلزم الجمهور يكون واعي به ويفهمه. انا فريق ما عنديش امكانيات ما نمشيش هكاك عينيا مغمضه في انتدابات بمبالغ ماليه كبيره برشا. ما تبداش تتبع في الاهلي والزمالك جابت دراشكون وكذا. انا عندي مشاركه افريقيه كيفاش ننور السي اس اس، كيفاش ننور الترجي، كيفاش ننور كره القدم التونسيه. ومن بعد المنافسه توجي فوالا لا اكثر ولا اقل. واضح جدا انه فقط تدعمها شويه لكلامك سمير. نذكر انه الاهلي المصري وقت اللي انهزم مع الترجي وقتها في الشامبيونز ليغ 2018 جاب وقتها ترسانه، جاب جيرالدو، جاب رمضان صبحي، جاب الشحات، ومن بعد في الاخر انهزم بخمسة مع سان داونز. معناتها هذا لا يعني حتى شيء اللي يجرني باش نسالك هنا سؤال حسام المهم يجرك فوالا استراتيجيه. هنا نحكيو على استراتيجيه الانتداب، هنا المراوحه ما بينات الانتدابات المكلفه واللي نتيجتها غير مضمونه ومن بينات الانتدابات العاديه ونشوفوا كيما ينجم يصدف كيما ينجم ما يصدفش. شوف ما ثم حتى حاجة بالطبع ولا جارونتي، ثم حتى ما ثمش جارونتي في الكورة، لكن ديما نرجع نقول لي ريكروتمون على أنا أساس يصيروا استراتيجية متاع جمعية، أوبجيكتيف متاع جمعية، والأهم الكل ش عندي. لأن كل جمعية محترمة وجمعية تعرف وين تحب توصل واضحة ديبيت سيزون شنو عندي فلوس للريكروتمون، قديش بعت، قديش دخلت، قديش عندي فاضل، قديش عندي ماس سالاريال في الكلوب، اسكو نجم نجيب جواب 2 مليون دورو ولا 1 مليون دورو وش نحب ولا ما نجمش؟ شنو هو الاوبجيكتيف رياضيا؟ هذانا كل نعملوا فيه شنو هو الهدف في الاخر؟ اي مش قلت لك انا استراتيجي دو كلوب، اوبجيكتيف دو كلوب، وشنو عندي فلوس؟ على ضوء هذا نعمل ريكروتمون نتاعي. الاهلي وقت اللي عندها بيدجي نتاع 50 ولا 60 مليار وعندها مداخيل ب 30 و 40 مليار وتبيع لك جوالات كي خاطر باعت رمضان صبحي قبل مونتون كبير وباعت ايفونا بمونتون كبير، معناها تبيع في دي جوار افيك
فلوس كبار وتدخر وعندها مداخيل وعندها اشتراكات وعندها هذا، تنجم السوبرمي باش توصل تعمل ريكروتمون بهذا المونتون. لكن سانسيرمون وقت اللي انت ان كلوب ينجم يعمل دي ريكروتمون هذيا، معناه المنافسه باش تكون صعيبه معاهم. النجم ننافسهم والاسبيرونس ولا سي اس اس تنجم تهز الشامبيونز ليغ وهزت الشامبيونز ليغ قبل، مش خاطر هما يشريو دي جوور افيك 5 و 6 مليار، لكن ديما ماشيين هما افيك ان ليجي افونتاج اللي عندهم دي جوور في الكل لي بوست دي جوور دو كاليتي، لكن في الاخير يقعد انت المدرب كيفاش يوظف الجوورات هذوما، كيفاش لي جوور الجرينتا والروح نتاعهم وكيفاش يلعبوا في التيران. لكن ديما نقول ايمن صراحه باش انا ما نحبش نكذبوا على الناس effectively. اليوم السي اس اس سانسيرمون تنجم تعملوا في مفاجاه في الكره، راهو ليستر هزت الشامبيونا ومعنا سي بوسيبل، لكن بالليفكتيف اللي ريناه عمناوي ما تنجمش ريكروتمون صعيب، لا صعيب باش برشا باش نفتش تكون اليوم موجود في الشامبيونز ليغ اهلي زمالك وداد رجاء اللي يشوفوا الملاعبين اللي يلعبوا في الرباعي اللي قاعدوا ملاعبين مش قلت لك دي سوبر ستار مش سوبر ستار دونك سانسيرمون بور السي اس اس ما تنجمش معناها تكون الاحلام والوبجيكتيف نتاعهم عالي برشا، ليسبيرونس لا عندها لي مويان الا تنافس هذوما الكبار. باش نكمل معك باخر سؤال سمير ونكملوا ليميسيون في 30 ثانيه، ثم زاد في علاقه بالاستراتيجيه كيما انك تنتدب عبد الرحمن مزيان ولا البلالي الجونر نتاع الملاعبين هذوما اللي فشلوا ويحبوا يعاودوا يروبونديو ماهوش مضمون، لكن زاد نشوفوا بن شرقي اللي هو زاد ما نجحش في الهلال السعودي وانتدبوا زمالك المصري ونجح. هنيا المعادله كيفاش سمير سليم، ينجموا يعتبروا سيب الباهي هذوما الملاعبين اللي عندهم مشاكل نوعا ما ولا ما تاقلموش ويحبوا يعاودوا يروبونديو؟ ينجم يكون سيب الباهي ملاعبيه كونفيرمي لكن مشاو في تجربه ما نجحوش كي نوفر البلايلي نجح مزيان ما نجحش ولا. تقميره يعني ولا أي. استراتيجيه التقميره فوالا فوالا لكن كي نوفر له ابيتو قيمه ثابته نوفر له الامكانيات نوفر له الظروف نوفر له مناخ باهي ونعرف انه قيمه ثابته ونساعده انه يعود للمستوى نتاعو مع الموتيفاسيون اللي عنده هو. دونك في ظل الازمه الاقتصاديه هذه لابد مش نلقاو حلول راهو يا ملاعبيه فان كونترا يا ملاعبيه كيما قلت انت يحبوا يتالقوا مره اخرى، هذا كله لازم نشوفوه ولكن كذلك مراعاه بالميزانيه يا ولادي، راهو الميزانيه نتاع الانديه اهم شيء وكتبان بالكوره كل شيء اهم شيء مع الملاحظه انه بروسيا مش جلادباخ ربح اربع شختار في شختار توا اللي يقول لك طبع في ماتش بروسيا مش جلادباخ وشختار اي شختار خاصه مش كانت تربح الريال برا تفرش الريال تو تو توت سويت. مشكور جدا سمير سليمي، مشكور حسام الحاج علي، مشكور عز في الاخرى، شكرا لكم الناس اللي كنتوا في الاستماع والمتابعه. ملتقانا ان شاء الله في حلقه جديده غدوه من سبور بلس، وتحيه زاده لكامل قسم الديجيتال. صباح الخير.